زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي، سلامي للنبي العربي القرشي، اتهامي اتهامي، وابكي عن قلبي بإنشاد وألحاني عند بيت الله الأمجد، فاسكُ بالعبرات، طف به سبعا ونادي يا سامع الآهات، ربي ما لي سواك اغفر لي جميع الزلات. والنسائم ذات الطيب في المقام تفوح، والشذا فيها وفيها راحة للروح، هل إليها من وصول يبرئ المجروح؟ زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي، سلامي للنبي العربي القرشي، اتهامي اتهامي، وابكي عن قلبي بإنشاد وألحان.